ونذهب إلى درعا من ريف درعا معي مراسل أخبار الآن محمد الحوراني، نتحدث عن الجبهات. محمد، ماذا يحدث؟ طبعا الكل قال بأنه منذ بداية معركة الغوطة بأنه التالية الجبهة الثانية ستكون الجنوب درعا تحديدا. صورة من عندك لو سمحت. نعم ميسون، الفصائل الجبهة الجنوبية منذ بداية شهر رمضان وقبل 10 أيام بالضبط كانت هناك اجتماعات مكثفة مع جهات دولية بخصوص حسم معارك الجنوب ووضع حدود، وطلب تنظيم داعش أولا من الجبهة الجنوبية وفي منطقة حوض اليرموك. اليوم فصائل الجبهة الجنوبية تعمل على استكشاف تنظيم داعش المتطرف في منطقة حوض اليرموك بشكل كامل لمنع تقدم قوات النظام إلى تلك المنطقة إلى ريف درعا الغربي، حيث النظام السوري المساند من قوات روسية وإيرانية يسعى إلى أن يدخل الجنوب ضمن أو إخراج الجنوب من اتفاقية خفض التصعيد بحجه وجود تنظيم داعش وتنظيمات متطرفة. اليوم بصائر الجبهة الجنوبية تعمل على تحشيدات عسكرية لتحصين مواقعها في الجبهة الجنوبية بالإضافة إلى محاربة تنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك. منذ صباح الأمس قامت فصائل الجبهة الجنوبية بنشر السلاح الثقيل والعتاد الثقيل في منطقة حوض اليرموك بالتحديد منطقة عدوان تحت الجولان، أيضا في منطقة مساكن جلين التي تركز فيها عناصر التنظيم. دارت هناك اشتباكات متقطعة، قامت فصائل الجبهة الجنوبية بقصف مواقع لتنظيم داعش في منطقة حوض اليرموك، أوقعت خسائر كبيرة في صفوف التنظيم. واليوم هناك المرحلة الثانية لهذه المعركة للقضاء على هذا التنظيم في منطقة حوض اليرموك بشكل كامل. طبعا تواصلنا مع بعض القيادات العسكرية في الجنوبية في غرفة الحمزة وفي جيش الثورة، هناك ترتيبات أخرى محيط مدينة الشيخ مسكين، هناك ترتيبات عسكرية لقوات الجبهة الجنوبية أيضا لتطهير المنطقة بشكل كامل من التنظيمات المتطرفة. أنا أشكرك جزيلا من ريف درعا مراسل أخبار الآن محمد الحوراني.